بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها وزواره في الدارين، آمين. المجلس الثالث في الحديث 68، جواز بكاء الرحمة على الميت، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، الإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه أن ابنا لها قبض فأتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول: أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع، قال: حسبته؟ قال: كأنها شن. ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ووقفنا على قوله وتعليقه على قول النبي هذه، يعني الدمعة، عندما سأله سيدنا سعد بن عبادة كيف يدمع ويبكي وهو أرضى الخلق بقضاء الله وقدره، ظنا منهم أن البكاء علامة عدم الرضا، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن البكاء ليس كل البكاء معناه عدم الرضا، بل هناك بكاء رحمة، وهذا البكاء ممدوح، بكاء الرحمة، لأن الله يرحم من عباده الرحماء، والنبي كان يستعيذ من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، فبين له صلى الله عليه وآله وسلم ولنا هذا المعنى، فقال: هذه تعود على الدمعة، يعني الدمعة، لأنها خرجت بغير صوت. وقوله عليه السلام: جعلها الله في قلوب عباده، هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. هنا من الفقه أن الذي تكلم الناس فيه في شأن الدموع وما موجبها أنه باطل، لأنهم ذكروا فيها نحو الخمسة أو الستة أقاويل أو ما يقرب من ذلك، يعني حتى الأطباء مش عارفين إيه سبب الدموع، اللي هي بدون سبب، يعني بدون سبب واضح، يعني لو واحد حط إيده في عين واحد عينه حتدمع، لأن دخلها جسم غريب، دخل فيها حصوة تراب حتدمع، دي أشياء معروف سبب، وهو إن بيحصل تهيج للأنسجة بسبب جسم غريب. لكن ما الذي يجعل العين تدمع من غير سبب؟ بفرح زائد أو بحزن زائد أو بشوق زائد أو باعتراض زائد؟ طب إيه بقى الموجب ليها؟ الفلاسفة والأطباء اختلفوا ومعرفوش، لحد الوقت اختلفوا ومعرفوش إلى يومنا هذا، لكن النبي بينا أن هي مصدرها الرحمة، مصدرها رحمة وجاية من القلب، فالقلب فيه الرحمة يرسلها للعقل، العقل يرسل للغدة الدمعية إشارة يقولها ابكي، فالمصدر من القلب كويس، وليس من الغدة الدمعية ولا من العين نفسها، فاللي قلبه حي وفيه رحمة
تلاقي عينه دامعه. وده طبعا علامه وتعريف نبوي شريف لامر يجهله الاطباء الى يومنا هذا. ايه علاقه القلب بالغده الدمعيه وبالعين؟ يعني مش معروفه علاقه معينه واضحه رسمها علماء التشريح مثلا ولا بتوع وظائف الاعضاء، لان الانسان له باطن وله ظاهر، واحيانا باطنه يؤثر على ظاهره، بل للغالب الاعم هكذا. والاطباء يبحثوا في العلوم التجريبيه في الامور المحسوسه فلا يدركوا الباطن، لكن بيعمل علوم محسوسه فقط فلا يدرك هذه الامور بالحس. امبارح احنا اتكلمنا على مصطلحين، العلمانه العلمانيه والعولمه، وافضنا فيها ايه هي العلمانيه ومصدرها ومظاهرها، ويعني ايه العولمه وما نحن فيه. تيجي لنا عندنا حاجه تانيه اسمها العلمنه. العلمنه دي اللي هو تحويل العلم الى المعنى التجريبي فقط الحسي فقط، بحيث يبقى مادي، يبقى العلم هو العلم المادي فقط. ودي من برضو مصائب العصر. فاحنا مصائب العصر عندنا العلمانية والعولمة والعلمنة، فهمت ازاي؟ انما المعلمة دي حاجة تانية. المعلمة هو اتقان ما اقامه الله العبد فيه، يقول لك ده معلم، يعني معلم يعني ايه؟ يعني متقن، فده شيء ممدوح. المعلمة دي ممدوح اذا كانت في امر مطلوب شرعا، انما لما تبقى في امر مش مطلوب شرعا يبقى من ائمه الكفر والضلال، يعني محترف ويتقن امر يغضب الله، يبقى ده بقى ايه؟ فليس كل المعلمه ممدوحه. لكن خلينا بقى في العلمنه. العلمنه هو تحويل العلم الى الماديات فقط والتجريبيات فقط، وانكار ما وراء الحس. فهمت بقى المساله؟ ودي المشكله اللي بيقع فيها العالم في زماننا، زمن الفتن، ادراك المحسوس وتكذيب غير المحسوس. تيجي تكلمه عذاب قبر يقول لك عذاب قبر ايه؟ يروح حاطط لك شويه اجهزه تصوير وتسجيل في القبر يقول لك ما سجلتش حاجه، يبقى ما فيش عذاب قبر. فهمت؟ شغل عالم مخابيل. يقول لك ملائكه، في ملائكه، طب ما احنا صورنا بالموجات الصوتيه والموجات فوق الصوتيه والاشعه البنفسجيه والاشعه الفوق بنفسجيه والحمراء وتحت الحمراء، ما صورتش اي حاجه، يبقى ما فيش ملائكه. ده الشغل بقى، ده العلمنه بقى الذي يؤدي الى الحاد، الذي يؤدي الى انكار الغيب. فهمت بقى؟ وخصائص المؤمن انه يؤمن بالغيب الاول. شوف، هدى للمتقين الذين ايه؟ اول حاجه يؤمنون بالغيب. فالعلمنه لا تؤمن بالغيب، شفت بقى، تؤدي الى الكفر. كل حاجه عايز يشوفها ويحسها ويعمل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الدموع بين ان مصدرها غيبي باطني، وهو رحمه في القلب. انت لو دخلت في القلب على منطق العلمنه مش هتلاقي حاجه، هتلاقي شويه دم. ايه رحمه يعني؟ كل قلوب، قلب فرعون زي قلب الصديق. تفتح قلب فرعون تلاقي فيه شويه دم وهي حته لحم تنبض، وقلب الصديق بينبض وجوه شويه دم. ده من حيث العلمنه، لكن شتان من حيث الامور الغيبيه التي لا تدرك بالحس بين قلب صديق وقلب كافر، شتان. في ربنا بيقول انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الله، ده القلب بيبصر بقى. ده في علم الغيب. انما العلمانه يقول لك ايه القلب اللي يبصر؟ ما فيش حاجه. شرحنا القلب ما شفناش في عينين. دورنا على العلاقه بين القلب وبين الغده الدمعيه علشان تخلي العين تبكي، ما لقيناش علاقه. يبقى القلب ليس له علاقه؟ لا، النبي يبين لك بقى. فدي امور يسموها ايه بقى؟ الامور اللي هي الغير مدركه بالحس والعلم التجريبي، يسموها العلماء التوحيد السمعيات. علم التوحيد عند المسلمين ينقسم الى ثلاث اقسام. علم الوهيات متعلق بصفات الله عز وجل، ما يجب فيه الاعتقاد في الله وما يستحيل اعتقاده في الله وما هو ممكن اعتقاده في الله.
يسموه ألوهيات، ثم بعد ذلك نبوات. القسم الثاني من علم التوحيد عند المسلمين المتعلق بالأنبياء اللي هم الواسطة بين الله وبين الخلق، اللي هم بينزل عليهم الوحي. يبقى لازم تعرف برضو في الأنبياء ما يجب في حقهم وما يستحيل في حقهم وما هو ممكن. ثم يأتي القسم الثالث ولا رابع له بعد ذلك، وهو قسم السمعيات. والسمعيات اللي هي الأمور التي لا تدرك بالحس. يقول لك يوم القيامة في بعث وفي نشور وفي ميزان وفي صراط وفي الدنيا احنا عايشين اهو، في جنة عايشين معانا وفي ملائكة بتحضر الصلوات بتاعتنا واحنا مش شايفين الحاجات دي. في قبر وفي عذاب قبر وفي سؤال قبر وفي منكر ونكير وفي رقيب وعتيد وفي حفظة، والحاجات دي كلها ما بتشوفهاش. دي اسمها ايه بقى عند المسلمين في علم التوحيد؟ السمعيات المتعلقة بالأمور الغيبية، اللي هي بقى العالم بعدما سيطرت عليه العلمنة أنكرها فكفر. فهمت بقى المشكلة؟ لدرجة ان بعضهم يؤمن بالإله ولا يؤمن بالغيبيات. يقول لك في إله، زي بعض الفلاسفة قالوا كده، لكن تيجي تقول له في بعث ونشور يقول لك لا ما فيش بعث ولا نشور. طب في أنبياء ينكر الأنبياء، ملاش لازم الأنبياء. فطوائف شتى، لكن المسلمين والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى أكرمهم بأنهم يؤمنوا بالغيب، فيصير عندهم الغيب أوثق عندهم من إيه؟ مما في أيديهم. شوف للرجل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ الصدقة برهان، لأن الصدقة عند المؤمن بالغيب لا تنقص ماله، لكن عند العلماني والعلمنة يحسبها اللي أنا قصد ماله. أنا كان معي 1000 جنيه طلعت منهم 500، نقص اللي معايا 500، مش كده بالحساب بالكالكوليتر؟ لا، لكن المؤمن يقول لك لا. ليه؟ لأنه ثقته بما في يد الله أوثق من ثقته بما في يده. فيقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثلاثة أقسم عليهن منها لا ينقص مال من صدقة. يبقى بيعلمنا إننا نؤمن بالغيب بقى، إننا ننتقل إلى مرحلة أخرى. وربنا في القرآن يقول لنا إيه؟ فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، يعني في حاجة لا تبصرها موجودة لأن بصرك محدود. فلازم نعرف الحكاية دي كلها، عشان كده دي من الأمور الغيبية السمعيات التي قالها النبي وعلينا أن نصدقها، وهي أن مصدر الدموع من العين المتعظة أو المشتاقة أو المحبة أو الخائفة من القلب، ولا لا يدركه الناس في عالم العلمنة. خدت بالك؟ فبيقول لك هنا إيه؟ عشان كده الشيخ بيقول لك إيه؟ تكلم الناس فيه في شأن الدموع وما موجبها أنه باطل، لأنهم ذكروا فيها نحو 5 أو 6 أقاويل أو ما يقرب من ذلك، فمما استحسن منها أنه عرق القلب من خجل الذنوب وبه يطرزون تلك الأقاويل. يعني بعض العلماء اللي عندهم لطف في التعبير، علماء المسلمين يعني، قال لك الدموع دي اللي في العين عبارة عن عرق القلب بسبب شدة الخجل من الله بسبب الذنوب أو شدة الشوق إلى الله. فهم؟ يعني تعبير لطيف. وقد أخبر هنا الصادق عليه السلام أنها خلق من خلق الله استودعها قلوب عباده الرحماء، وقوله عليه السلام فإنما يرحم الله من عباده الرحماء دل بهذا أن هذه الدموع صادرة. صلح أنت عندك صادرة؟ أنا عندي بقى صادر، عندي النسخة بتاعتي يعني محرفة تحريف شديد، لا تخلو صفحة من عدة أخطاء. دل بهذا أن هذه الدموع صادرة عن الرحمة التي في قلوب المؤمنين الذين جعلت الرحمة في قلوبهم، فكما الفهم في العلوم صادرة عن النور الذي في قلوب العلماء، فكذلك هذه الدمعة صادرة عن المرحومين الذين جعلت الرحمة في قلوبهم. حكمة حكيم. يبقى اللي عينه بتدمع في الدنيا بسبب الاتعاظ أو بسبب الشفقة أو بسبب حتى أنه مجرد أن يسمع حادثة أليمة فتلاقي عينه دمعت، ده العبد ده علامة أنه مرحوم في الآخر. فدي علامة أنه مرحوم في الآخر، لأنها لا تصدر هذه إلا من عين رحيمة. فهمت بقى؟
ومن قلب رحيم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما يرحم الله من عباده مين؟ الروح، يبقى ده مرحوم. فدي علامه حلوه جعلها لنا ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا ندركها قبل الاخره. وقوله عليه الصلاه والسلام فانما يرحم الله فانما يرحم الله من عباده الرحماء، هذا اللفظ يحتمل معنيين، احدهما ان يكون على ظاهره وهو منع الرحمه مما سوى الراحمين، فتكون انما على بابها لحصر الحكم في المذكور ونفي عن غيره، يعني انما يرحم الله من عباده الرحماء كانه بتنفي ان رحمه الله تشمل غير المرحومين غير الرحماء. تحتمل هذا، ادي الاحتمال الاول، انها يقصرها على دول فلا تسع غيرهم، واضح. وفي احتمال اخر للمعنى، واحتمل ان تكون بمعنى ثبوت الحكم المذكور للرحماء ولا ينتفي عن غيره، كقولهم انما الجميل يوسف، اثبتوا له الجمال ولم ينفوه عن غيره. وقد تكون بمعنى الاستحقاق لهم بما فيهم من الاهليه، كمعنى قوله تعالى ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله، يعني يستحقونها، اي يحق لهم الرجاء لما وعدوا، والاخرون يرجون لكن على غير سبب. احتمل الوجهين معا، يعني يحتمل ان الرحمه تخص دول بس المرحومين ولا تخص ولا تشمل غيرهم، تحتمل. واحتمال ثاني انها تشمل دول بالأصالة وقد تشمل غيرهم معهم، لأن رحمة الله أوسع، واخد بالك إزاي؟ أدي المسألة. احتمل الوجهين معا، والأظهر أنها لتخصيص الحكم بالمذكورين ولا ينتفي ذلك عن غيرهم، يبقى ورجح أنها تشملهم ولكن لا تنفي عن غيرهم، بدليل أنه قد جاء أن لله نفحات من الرحمة يصيب بها من يشاء ممن فيه رحمة وغيره. أنت عارف لما يجي الرجل اللي هو جاء عشان ينتظر واحد صالح فوجده في مجلس ذكر، هو مش منهم، قاعد لما يخلص عشان ينتظر، فربنا سبحانه وتعالى قال للملائكة اللي حاضرين المجلس أشهدكم أني قد غفرت لهم، فقالوا له الملائكة فيهم فلان ليس منهم، فقام ربنا ايه دخلوا معاه، قال انهم القوم لا يزكى بهم جلسهم. يبقى الرحمه تخص الصالحين دول ولكن ايضا تشمل من كان في حرمهم وفي جوارهم. يقول لك من جور السعيد يسعد، فهمت بقى؟ من جور السعيد يسعد. فعلشان كده الشيخ اراد ان يقول لك ان المعنى الثاني هو الاوضح، ان الرحمه مش مقصوره على دول، ده مقصوره على دول وحواليهم دائرة من دخلها رحم معهم وإن كان لا يستحق، فهمت بقى؟ عشان كده حب الصالحين يستوجب الرحمة ولو لم تكن صالحا، لأن دخل في حرمهم، فهمت بقى المسألة؟ الفقهاء يقول لك إيه؟ من جاور السعيد يسعد، ده العوام. والفقهاء يقول لك إيه؟ يقول لك حريم الشيء له حكم ما هو حريم له، قاعدة من قواعد الفقه، حريم الشيء له حكم ما هو حريم له، دي قاعدة من قواعد الفقه. يعني ايه؟ جلدة المصحف، هي دي مصحف؟ دي جلدة، دي جلدة كده، لما جاورت المصحف خدت حكم المصحف، فلا يجوز مسها الا وانت متوضي، يعني خدت الحكم بالجوار، وهي في ذاتها قبل ما تبقى متعلقة بالمصحف كانت جلدة عادية، ان شاء الله تدوس عليها حتى، ما هي جلدة زي اي جلدة، فهم؟ لكن مجرد انها جاورت المصحف بقت محترمة بقى، تقدرش تمسها ولا تحملها الا وانت متوضي، الحكم هنا خدته ايه؟ بالجوار، فهمت بقى؟ فكذلك ان ربنا سبحانه وتعالى يرحم من عباده الرحماء، ويرحم هؤلاء الرحماء بهم من يرحمونه ومن يتشفعون فيه ومن جاورهم وخالطهم وأحبهم، فهمت بقى المسألة؟ فكل دي دائرة متسعة تجعلك أملك في الله كبير في رحمته سبحانه وتعالى. إن لم تكن أهلا للرحمة فأنت تحب أهل الرحمة، فهمت إزاي؟ فيكفيك هذا،
وعشان كده يقول ايه سيدنا ابن عطاء: الهي ان لم تدم الطاعه مني فعلا جزما فقد دامت محبه وعزم. كفايه ان انا يعني احب وعازم على الطاعه، لكن انا كسول وغلبان وضعيف وعبد والشهوات غلبتني، لكن انا ببقى بعمل الحاجات دي وانا برضو مشتاق للطاعه. فاقبلني مع اهل الطاعه وانا ما عملتهاش لشوقي لها. فهمت بقى المساله؟ لانك ايه زي ما قلت لك المصريين يقول لك ايه، من جور السعيد يسعد، ومن جور الام 40 يوم بامانهم. مش كل الحاجات دي معاني، معاني دقيقه مهمه. علشان كده بيقول لك هنا ايه: وقد جاء انه تشفع الرسل والانبياء، تشفع الرسل والانبياء والملائكه عليهم السلام والعلماء والصالحون. ثم يقول الله عز وجل: شفعت الانبياء، شفعت الملائكه، شفع الصالحون، وبقي شفاعه ارحم الراحمين، فيخرج من النار قبضه ممن قد حبسهم القران. اللهم الا ان جعلنا هذه الرحمه بمعنى الايمان، ويكون المراد به الايمان الكامل، فاولئك هم اهل الرحمه. يعني ربنا سبحانه وتعالى هيشفع الأنبياء والملائكة والصالحين في أهل النار اللي دخلوا النار وكان عندهم ذرة إيمان، حبة خردل من إيمان، أي علامة، لكن إيه أعمالهم ما كانتش تكون صالحة إن هم يدخلوا الجنة فاستوجبت لهم النار. يقوم ربنا يشفع دول لحد إيه ما يخلصوا كل اللي يعرفوه، حتى الملائكة ما تعرفش حد تاني. يقوم ربنا يقبض قبضة ويطلع دول يدخلهم الجنة، يسموهم عتقاء الرحمن بغير عمل قدموه. علشان دي بقى ايه؟ تأديب لأهل الجنة، خد بالك، عشان يعرفوا ان هم ما دخلوش بعمل. لو كان الدخول بالعمل ما كانوش دول دخل، انت داخل بالرحمة اصلا، لان حتى لو كنت من اهل العمل الصالح فهو بتوفيق الله، وهو بقدرة الله، وهو بهداية الله، وهو بدلالة الله. ما ممكن يقلقك يمنعك انك تصلي، ويقلقك يمنعك انك انت تبقى من اهل الطاعة بأي شيء مقلق، لكن كون انه هو يعني زين لك الطاعة وحببها لك ووفقك في فعلها، كل ده كأن الفاعل هو الله، هو الذي ذكر نفسه على لسانك وأطاع نفسه على جوارحك، لأن في الآخر لا حول ولا قوة إلا بالله. فيكون فيه دليل على أن هذه الرحمة لا يخص بها إلا أهل الإيمان المذكورين، وهي سبب الخشوع. وقد أثنى عليه عز وجل في كتابه حيث قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. فتكون على بابها لتعلق الحكم بالمذكورين ونفيها عن غيرهم ممن خالف الإيمان على عمومه لا على خصوصه في إيجاب الرحمة لهم، إن لقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهنا بحث، وهو أنه يعارضنا قوله عليه السلام في حديث غير هذا: إذا استكمل نفاق المرء كانت عينا بحكم يده يرسلهما متى شاء. أنت عارف الرجل الممثل والممثل القدير يعرف يبكي عينه في أي وقت ويضحك عليك، والستات كمان خبرة في الحكاية دي، واخد بالك، تقعد تبكي تصعب عليها جوزها يروح عامل لها اللي هي عايزاه، وهي كل الحكاية تمثيل في تمثيل. يعني في ناس عندها القدرة ان عينيها طوع يدها، زي ما ايدك كده بتطوعك تشاور بيها وتحركها زي ما انت عايزه، وتمسك اللي انت عايزه وتسيب اللي انت عايزه. في ناس عينيها تطوح، عيط يا عين تبكي على طول، كفاية كده يا عين كفاية. وده واضح في الممثلين، يبقى قاعد بيمثل الدور ويندمج يبكي الناس كلها وهو يبكي، وهو اصلا معهوش حاجة ولا في حاجة وجعاه، هو عارف ان كله تمثيل في تمثيل، لكنه ايه عينه طوع يده. ده نوع من النفاق ده، لانه يظهر ما ليس في قلبه ويظهر مظهر غير حقيقي مختلق. فهمت بقى؟ فهو الشيخ عايز يتكلم على النوع ده من الناس. وعشان كده من ضمن اسباب حرمة التمثيل انها تعود النفاق، من ضمن اسباب، لان عندنا اسباب حرمة التمثيل حوالي 48 سبب. من بين هذه الأسباب أنها بتعلم الإنسان النفاق، أنه هو يظهر بمظهر غير باطنه، فيقدر يلعب عليك في أي وقت. طيب هو ممثل بقى، يقول لك ده ممثل قدير، وفي ناس في عالم الشحاتة بيعملوا التمثيليات دي كلها في عالم الشحاتة والتسول،
واخد بالك، ويربط ايه رجله، هي رجله سليمه، ويعرج وهو مش عرج، ويعمي نفسه وهو مش عمى، كل ده علشان يتسول من الناس. فكل الحاجات دي زي ما الممثلين بتعمل بالظبط. فهل بينهما فرق ام لا؟ فالجواب اما الظاهر فالتعارض فيه موجود، لان هذه دمعه خارجه في عالم الحس وهذه مثلها. واذا نظرنا الى الشرط بان الحق واذا نظرنا الى الشرط بان الحق ظهر يعني وظهر ولم يبق بينهما تعارض. والشرط الذي بينهما ان التي هي صادره عن استكمال النفاق يكون خروجها باختيار النفس بغير موجب، وقد يمسكها عند الموجب كما يشاهد الناس على مرور الزمان من هؤلاء الغرباء الذين يعقدون الحلق ويطلبون الناس ويصفون عن أنفسهم أنهم كانوا وكانوا، وذلك كل كذب، يعلم ذلك منهم من يعرفهم أصلا. في ناس برضو حتى في وسط الناس الصالحين يجي يتمثل بالصلاح، يتلو الآيات ويبكي ويحضر مجالس الذكر والوجد ياخده، كل ده تمثيل علشان ايه؟ تكثر اتباعه والناس يقولوا عليه ده راجل من الاوليه. الظاهر ايام الشيخ كانت الحكايه دي رايجه، واخد بالك؟ فبيقول لك ان خد بالك، احذر هؤلاء الناس، لان الوجد غير التواجد. الوجد ده يجي قهري من الله، انما التواجد انت اللي بتختلقه. وعلشان كده يقول لك ايه؟ لا يجوز الذكر والرقص والطرب أثناء الذكر إلا إذا أخذه الوجد، أما بعد التواجد يبقى إيه؟ آثم إن فعله، لأنه بالطريقة دي بيطلب الشهرة. فناخد بالنا حتى وناس دلوقتي لما لقوا إن إيه؟ إن لما يجي يقرأ القرآن ويقعد يعيط بيكسر المصلين خلفه، فبقوا إيه؟ يتباروا في مثل هذه الأمور. وتيجي آيات نازلة في الكفار المكذبين يقراها يقعد يعيط، طب ليه نازلة في الكفار؟ أنت مالك أنت بيه؟ واخد بالك؟ دي نازلة في الكفار وأنت راجل مؤمن وبتتلو القرآن وبتصلي، إيه يعني اللي خلاك أنت بتبكي على الكفار إنهم بتعذبوا يعني؟ فشغل تمثيل في تمثيل، فهمت إزاي؟ فناخد بالنا من مثل هذه الأمور، فلا تفعلها أنت أصلا ولا تغتر بغيرك، وفي نفس الوقت تحسن الظن بالناس. واضح؟ هو عايز يعني الشيخ يقول لك ايه مثل هذه المعاني يعني. وهذا وذلك كله كذب، يعلم ذلك منهم، او يعلم ذلك منهم من يعرفهم اصلا وفرعا. فاذا جاءوا عند معظم وصفهم لذلك الكذب، عند معظم وصفهم لذلك الكذب، يبكون وتجري الدموع من أعينهم مثل القطر، يظن الرأي لهم أن ذلك حق فتشفق النفوس لهم فيتصدق عليه. وهذا مروي عنهم كثيرا، ولو لم يكن في هذا إلا الكتاب الذي ينسب إلى بني ساسان ووصف أحوالهم لكان كافيا، فكيف والناس يرون ذلك منهم معينة؟ الظاهر في بعض الكتب كانت بتوصف فيها حالات الناس الكذابين اللي هم بيتمثلوا مظاهر الصلاح وهم ليسوا منهم. وأما الدمعة التي هي كما أخبر الصادق عليه السلام فتخرج كما خرجت منه صلى الله عليه وسلم، وذلك عند الموجب، إنما بلا موجب لا، موجب باطني، تعاظ، رحمة، شدة حضور، شدة شوق، شدة فرح، غلبت حزن، ده اسمه الموجب. مثل تذكار الموت والشفقة، مثل ما رأى عليه السلام من تلك النسمة وما كانت تعالج من سكرات الموت مع صغارها، أو من خشيته من الله عز وجل، أو ما يكون مثل ذلك من فكرته فيه، كما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل يوما على فاطمة رضي الله عنها وهي تبكي بكاء كثيرا، فسألها صلى الله عليه وسلم فقالت في معنى كلامها إنها ما أبكاها شيء إلا فكرها في القبر وما فيه. فهذا كله نوع واحد يقتضي حقيقة الإيمان الكامل، ومنها يدل على أنه إنما عنا صلى الله عليه وسلم النوع لا الجنس، يعني الجنس اللي يتشمل أي دمعة بقى بأي موجب، لكن النبي تكلم على نوع دمعة معينة موجبها الرحم، هي دي بس هذه. وأشار إلى الدمعة كونه عليه السلام قسم الإيمان في غير هذا الحديث إلى قسمين، فقال الإيمان إيمانان، إيمان لا يدخل
لا يدخل صاحبه النار، وهو الإيمان مع اتباع الأمر والنهي، وهو الإيمان الكامل. وإيمان لا يخلد صاحبه في النار، وهو الإيمان الذي معه بعض المعاصي. ومما يقوي ذلك أن المتكلم وهو سعد ومن كان معه حاضرا لم تدمع لأحد منهم عين إلا عينه صلى الله عليه وسلم، وذلك لكمال الإيمان هناك، لأنه عليه السلام بالإجماع أكمل الناس إيمانا. ولذلك قال عند موت ابنه إبراهيم: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب، لأن الدمع والحزن هما عند الموجبات من الإيمان، كما أن ترك ما يسخط الرب من الإيمان أيضا. وفي دليل لأهل الصوفة في كثرة بكائهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل ذلك علما على الرحمة التي في القلوب، وقد روي عن بعضهم أنه كان كثير البكاء فرمدت عيناه، فأتوا له بالطبيب فقال له: نداويك على شرط أنك لا تبكي ما دام بعينيك رمد. فقال رضي الله عنه: وأي فائدة في عين لا يبكى بها؟ والله لا ألتزم هذا الشرط، ولا حاجة لي بدوائكم، بل أموت في البكاء وهي راحة الشقي. ألا إلا وهل شفت أنا عندي بقى حتة ناقصة، وهل راحة الشقي إلا في أدمعه؟ وفائدة هذا الحديث هي في تذكار هذا الأمر العظيم الحتم الذي لا هرب لأحد منه، والأخذ في الاستعداد لذلك قبل هجومه، إذ هذا السيد عليه أفضل الصلاة والسلام لا يقدر في منع هذا الأمر عن أحد من أهله ولا عن نفسه المكرمة، فما بالك بالغير. يعني شوف سيدنا رسول الله مع علو قدره وشأنه لم يستطع أن يدفع قدر عن حفيده بيموته وفي حجر النبي. لو كان واحد يقدر يدفع قدر بقى كان يبقى النبي يدفع، فقدر الله لازم. فلذا استسلم النبي له فمات حفيده على حجره وينظر إليه ويبكي، كما مات ابن إبراهيم في حجره وهو ينظر إليه ويبكي صلى الله عليه وسلم. لأن وهذا تصديق قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقد قال بعض الحكماء في شعر له: ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، فحسبك يا هذا إذا كنت عاقلا مقيلا وكن فيها لزادك واعيا. واحذر هجمات الحمام بلا زاد، هجمات الحمام يعني الموت، يعني الحمام هو الموت، بلا زاد من زاد التقوى يعني. ويدك من التقوى خالية، وكن عبدا مطيعا فالحمام لا بد لك مفاجئ. والله تعالى أعلى وأعلم. وكده انتهينا من تعليق الشيخ على هذا الحديث المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا قلبا مملوء بالرحمة، وعينا دامعة من خشيته، ولسانا ذاكرا له سبحانه وتعالى لا يفتر، وأن يقبل ذلك منا، وأن يوفقنا وسائر المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يكفينا وسائر المسلمين أهمنا من أمري الدنيا والآخرة يا رب العالمين.